بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. ولا يرفع الكسول احترني شرحي كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، وحا أين كتوش اللي درس قيني هراء وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. واجبني ماذا التحيات كهوري إيو إن للشرعية إن الود عيستو، وحنو سيقارة وصوت الماني دعو إن لآخريو التحيات كالحة، أما النبي صلى الله عليه وسلم إن الوصل إيو إن أدلحو قرر كسوة أرورتي آن يجرين مذاهب تريو بدينهين إن لغو كافتوم أو لغو إكادو التحيات كأون إن لآخريو، لكن تحياتك الدعاء إيا صليك إيا وحول ما إلا السعدان وتحياتك الدبيه. درسي لكم يتمنان ما أنت وحين إن شاء الله كبلا بدون ناسية والتشهد نوعية تحياتك أوليه. تحياتك هل نوع كمسوا أرورين تحيات دادو أما نوعية الله أخرية إنت السوغن النبي صلى الله عليه وسلم لقوريه وإلى لحة تحيات ولحة تحيات ونبي صلى الله عليه وسلم لقوريه أيات شراء لحة أسيوي كل حق بديهم وين نتلمامي دونا ها وين نتلمامي دونا نوعي دونا. وعلمهم وحو براي استدراك يربان إن شاء الله سمينينا وحاشية داء وحاشية داء صفحة داء بقول أفرتني يصدح مركي أينو كهذيني النبي صلى الله عليه وسلم قفك تمها دير تكنية مركة وتمها حاجة دمبو حرف إن أدمودينو قربيه سأما لما تبلغو حرين هاي وحنا الشيء تمها حاجة دمبو حرم إنه تمها سيدا يو نك رجع أوي هدي تمها دير وليه وسيدا يو تمه هنا سجود دودي أي قيد كقاتان أي حديث تلمامي حديث تلمامي وحشيخ الله أي. ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به. ها وحليه هدي تمه أي فرفريهن إنك تمه دير هدي تمه أي فرفريهن تمها سلوك أي ينقل عيان سجودي أيين قيب كي يلان ايان واجت السجود ايوه لي غفك. واذا كان معقوصا صار في المعنى ما لم يسجد هذا يتم دبو حريهن سيد غفكنا انو تمه سيد السجود يعني غير كقاضا اي نقول ايان ما كسا غفل ودبلو حران اوكله ونقول ايان انت انا برارو تشير ايان دوني. وعلمهم صلى الله عليه وسلم نبي وحاو براي صحابة انواع النوعيو من التشهد اتحياتك اه أما من صيغ التشهد التحيات كقابب كيسة أما النوعي ليس كمدأة التحيات ككوبات وحوية تشهد بن مسعود التحيات كودتك بري شري عبد الله بن مسعود وأسوري حديث كيسة قال وحوية عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي وحوية بري التشهد التحيات كأيوه بري وكفى بين كفيه وكفي بين كفيه وحشيري على عشيس يدو اي كل حشرت قعنت يعني انا قعن قاضي او سلامي او كلي هدو شيخ ان شاء الله جزاك الله خير ها وكفي بين كفيه لبدي سقعمود ومكا قعنت قعنت النبي صلى الله عليه وسلم كل حشرت نبقى قعنت هي هيا ايوه تحياتي بريبولي
كما يعلمني سيدي ويبري السورة من القرآن سورة القرآن كاسيدي ويبري أي النبي صلى الله عليه وسلم تحيات في يبري وحونا يري التحيات صلان أما بقرتوي لله إلهي وإسكره تحيات إيو صلانتو ووح احترام إيو سرين تسيني التحيات وصلان ونسرين وح تسيني عندما مدح ذا مرك الله طوال السلامة سلامت على سلامة يو سرين تيسائي تسيني سلامة إلهي سبحانه وتعالى أي سلام بقرتوي أوردن إسكره والصلوات صلاه اما عبادوين اما دعوين انت لو الغف سريه والصلوات صلاه اما عبادوين اما دعوين الهي ما اسكله اي لله وهي والطيبات وناجيا الاردن الهي ما اسكله السلام عليك نبت قليك كاغا ها هاتو ايها النبي النبي هو ورحمه الله حريست الهينا كركاغا ها هاتو وبركاته بركوين كيس إيه فضلك سبيرات كهنا كركا بها هذا السلام علينا سلاني دشي يدها هاتو أدان مسلمين نهي وعلى عباد الله أدومها إلهي ندشو ده سلاني ها هاتو إيه نبت قليو الصالحين والوناكسن ها فإنه كلمة يروح شيخ قدر مكا اعتراض أما جملة اعتراضية أو تلمام يسفضلك أنت عسي أيلي ضحي هوري وحويلي فإنه إذا قال ذلك هديه أدونك السيدة إلى هدو ها هدو إلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هديه إلى هدو أصاب وحا أي أسيب تاسلان تاس أوهلا كل عبد صالح في السماء والأرض أدونك استؤو وناكسن او اما سمدا جوغا اما دولكا جوغا ها ملائكتي يا بني ادمكي جن يا انسبا وا دمان ادومه ونون اكثر ودن سلامتا سمكا قيب بي كليهم اشهد وحن غريا ان لا اله الا اله حق وعابد ان جيرين الا الله اله مويه وكلمه التوحيد كلمه التوحيد وحي كوبنت هي النفي والاثبات وحباد دي ليسا وحنوات سويسا إلهي سبحانه وتعالى كالقين عبادا لي يهيبات السويسا كدب مركا دي دي عدك لو إلهي نيجرتو وأشهد وحن غريا أن محمدا النبي محمد عبده أدون كيسيو يهي ورسوله رسول كيسيو يهي مركا عبد الله مسؤول حويلي وهو بين ظهرانينا انت وحن أرنشرني نبي صلى الله عليه وسلم او ندحجوغا السلام عليك بنورنجن لبد قليو كوركاغا ها ها تو مركو ندحجوغي فلما قبض مركي لقبتي او الهي سبحانه وتعالى او نبي اوفصدي قلنا وحان ندبوي السلام على النبي نبد قليو نبي كوركيس ها ها تو مركو وحي بدلين صيغتي مخاطب كاهيد أو التي المامي السلام عليك أغيق كركاغ إنما تقلي هاتو إنما يقول أنت صلى الله عليه وسلم سلا أود حدان نبي تقليو نبي كركي سها هاتو أيان كبدا لأي إله التحيات كان حاشية أن يرت المانو صفحة بقول إيو كوبي لحظا تعليق يربو شيخ كسمين يا شيخ وحو يلي قلت شيخ الباري بالي وحاني وقول ابن مسعود قلنا السلام على النبي يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي وحوت الماما يا حضرك عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم التحيات كي أوبري كدب مكي أورنتي وإرقى بدلي وإلى السلام على النبي بين ورنشرني وحولي يعني والنبي صلى الله عليه وسلم بسيدا أوبري وهذا عن أنتو سيدا يجيري
sababtoo ah Aaysha radiyallahu anha sidan bay dadka bari jirtay marka laba saxaabi inay isku raacaan si aan nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka sugnaan ama nabiga oo aan marka u sheegin waxa weeye ما وح سورة قال ما هبي بوليه الحافظ ابن حجر اسنا كلام كلام وهذا البير بكل هي وشيء يا لفظ الغيبة هنا سمايا صحابه وحي وكل شيء يو إمام السكي علماء ذنب مركا حلقة شيخ وكسو قاضنيا تعليقات وكسو قاضنيا مركا تحياتك يا كوبال وتحياتك عبد الله بن مسعود وأنا أتحياتك inta badan umada muslimiinta maanta ay isticmaasho marka laga reebo assalamu ala nabi assalamu alayka ayuha nabi inta hore ila abduhu wa rasuluhu wa tahiyatu muslimiinta hadu badayhi sababta ay muslimiintu ugu badayhiin waxa weeye tahiyatkan waxa wariya in ka badan sodon tabi'i oo tabi'inti saxaabada soo gaadhay macnaheedu waxa weeye umada oo dhan isaga ayaa ku faafay waana taxiyadka hadda loogu badan yahay weeye waana taxiyadka loogu badan yahay weeye waaye inta aan taxiyadka labaad u gelin waxa aan yaro baraarujin lahaa darsigii hore waxaan ku soo hadalnay ama si guud aan u xasuusin lahaa darsigii hore waxaynu ka soo hadalnay قابك تحيات الله فري سنوي صيغ التشهد أما صيغ الجلوس للتشهد تحيات كما قال فري سنوي قابك الله فري سنوي وحين صار شيخني سدح قابليهين مذاهبته محيك قبتها وحن مال لي درس جهرك وما شيخ مذاهبته قاب كبر وفري زتا مذاهبته أفرت مذهبود مذهبت اللي إلى مالك يلا وحي آمسيهن التحيات مرك الله فريسانيو التحيات كهوري هي التحيات كدن بي لابدبا وإن تورك لسمية وإن هي تورك لسمية لغت اللي قدو سيا بديحدة حق اللي قدو سيا تشينيغن أما دينا عنا رولك الله ديغا أما بريدن رولك الله ديغا التحيات كهوري هي التحيات كدن بي ساسي ليهن xarafiyadu iftiraash bay qabaan lugu la googlado oo lagu fadhiisto sida taxiyadka aynu u fadhiisano labada taxiyad baa saaso loo fadhiisanaya ayay leeyihiin shaaficiyada oo madhabta aynu u badannahay way kala qaadeen waxay leedahay taxiyadka horena iftiraash baa la sameynayaa oo lugta lagu fadhiisanaya lugna waa la taagayaa taxiyad ka dambera lugta ayaa dhinacan laga dusinayaa oo waxaa baridan ayaa dhulka la dhigayaa qaabkaas la sameynayaa waxaa ku khilaafay xanaabilada oo waxay yidhaahdeen shaaficiyya iyo maxaad u kala qaadeen labadan seebaad u kala qaadeen ta kale haddii aad kala qaadeenba ta hore waa baydin ku waafaqsannahaye salaada subax oo kale hal ataxiyaad bay leedahay ataxiyaadkeeduma kii horuu noqonayaa ataxiyaadkii dhexe miyuu noqonayaa mise kii dambuu noqonayaa salaadu baa ataxiyaad labaad ma lahay shaaficiyadu waxay yidhaahdeen salaadu haddii hal ataxiyaad leedahay sida salaada subax oo kale waxa weeye waxa laga soo qaadaya taxiyaadkii dambe ayaa laga soo qaadaya lugta dhinacaa laga dusinaya iyagu saasay leeyihiin marka xanaabiladu arrintaa way ku qabsadeen salaada taxiyaad wax ka badan leh in sidan loo kala qaado waaye marka taxiyaadkii koowaad baynu sheegnay taxiyaadka labaad ama noociisa labaad waxa weeye tashahud ibn cabaas taxiyaadka عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وسوري قال وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وحوها يعلمنا التشهد التحيات كم نبر كما يعلمنا سد ونبر السورة من القرآن سورة القرآن كم سد ونبر أي التحيات كم نبر يشري ها فكان يقول وحن ورنشري التحيات سلام أودن المباركات ها أما التحيات السلام يا المباركات بركيسا الصلوات دعوين الطيبات وناك أودن لله إله بأسكله انتبه إله بأسكله السلام عليك نبت قليك ركاها هاتو أيها النبي النبي هو
ورحمة الله نحريست إلهي كركاها هاتو وبركاته بركوينك سكركاها هاتو السلام علينا نبتقلي كركيها هاتو وعلى عباد الله أدومها إلهينا دشود نبتقليها هاتو الصالحين ونوناكسن أشهد وحنقريا أن لا إله إلا الله إن إله حلو عابدان وشرين إلهي موية وأشهد وحنقريا أن محمدا النبي محمد رسول الله رسولك إلهي أوياي وفي رواية عبده ورسوله أن محمدا عبده ورسوله أدون كسير رسول كسيه أتحياتك الله بعد التحيات المباركات الصلوات وأتحياتك الشافعية وإقاضتين شافعية أتحياتك أي أتحيات الله ها وأنا كيد ذلك أن بريه هري أي أنت بدل استعمالي تشيرين ما دام مذهب الشافعية وأتحي المذهب المنتشرة في الصومال أتحياتك السدحات وتشهد ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتحياتك سوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيوه كوري أنه قال في التشهد إن أتحياتك كويري التحيات سلانيال أما السلام لله إلهي بأسكره والصلوات دعوين أما الصلاة والطيبات وناجي الأردن السلام عليك نبتل يكرك هاهاتو أيها النبي نبيه ورحمة الله نحرست إلهي ها كرك هاهاتو قال ابن عمر ابن عمر بوحي لي زدت فيها وحنك كردي وبركاته يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت وبري وحوها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله كليوها وبركاته كما تشري متى وبركاته من قدر يريد السلام علينا نبتقل يكرك ها هاتو وعلى عباد الله ادومها الهينا نبتقل يكرك ها هاتو الصالحين ونوناكسن أشهد وحنقريا أن لا إله إلا الله إلى حلو عابدا إنا نشرين إلهي موية قال ابن عمر عبد الله بن عمر وحيلي وزرت فيها وحنك كردي وحده لا شريك له إلهي كلقي إلا لو ذا شنيانا ما شرته وأشهد وحنقريا أن محمد النبي محمدنا عبده ورسوله أبدون كيسي رسول كيسي إن أويهي هل كان عبد الله بن عمر ويلي زدت كلماتك وككر بي ذاتك غير تلبا وحيو فهمين عبد الله بن عمر كيف كيسي نوحك قصوات دين تنوى توقيفي أنا داس سحمة عبد الله بن عمر زيادة وشاقي وككر بي وزيادة صحابة وكسوري وحك لسوعية وحي النبي صلى الله عليه وسلم أفكي سهو كم مقلي ومركا إساقه وسند أيهي إيو وحي صحابة وكسوا برطي أمو أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كوريين شيخ حاشيرة أيوح كل أيهي هاتان الزيادتان ثابتتان في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه وحاشاه من ذلك إنما أخذها من غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وسلم فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وكشف الله أمه جنيب وحليه لبدا الزيادة عبد الله بن عمر إنه يلو أن ككر لي معنى يدو ماها كيف كيسوك كيانا يا ميصير أي لقو روح بناتين معها ويدينت وحلو سكر لي صلى الله عليه وسلم حين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولعلنا يوحيدين تلوسوا كربيو مركا عبد الله بن عمر وكسو النقلي صحابة أيو كسو النقلي دمد يد الزيادة أهان أيو الشيء أنت والنبي صلى الله عليه وسلم إسبوا كم مقلي تشهد كأفراد أما تحيات كأفراد وحوي تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحيي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويلي وإذا كان عند القعدة مرك فديق لتشوب وفديق تحياتك فليكن هنغض من أول قول أحدكم وحأبه الرئيق فكين وكترابو أمويلاه
هنقطو التحية سلامي أما سلام الطيبات والوناكسن الصلوات صلاة أما دعوين لله إلهي بأسكاله ها انت هيده السلام عليك نبدل يكركاك ها هاتو أيها النبي النبي هو ورحمة الله نحريست إلهي وبركاته بركوين كسر كركاك ها هادين السلام علينا نبدل يكركاك ها هاتو وعلى عباد الله الصالحين أدومها إلهي ونوناك سنة نبدل يكركود ها هاتو أشهد وحاقريا أن لا إله إلا الله إلى حول وعابد إنا نشر إله موية وحده كلجي لا شريك له إلا لو ذاك شانا أنا يشر العبادة هي حق وحوله هي توحيدك سمارتي وحده لا شريك له واتن أو تشهدك أبي موسى يكشرت وأشهد حقريا أن محمدا النبي محمد عبده ورسوله الدون كيسي رسول كيسي ويهي مكا سبع كلمات هن تحية الصلاة التحيات في كلمات كيسي أيو شيري أو حليي وتدبك المدود إيغا أيانا التحيات كي أما صلانتي مركا صلاة داء ها تشهد كالشانات وحوية تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب تشهد كي ودتك بري الشريوي كان صلى الله كان رضي الله عنه عمر بن الخطاب إلى هيا كره النقضي وحوها يعلم الناس مدة كبرة وهو على المنبر استقعوا منبر كمركا سارا يقول وحورا شري قولوا وحات تلاهذان التحيات كمركا لا تشوقوا وحات تلاهذان التحيات سلام أما السلام لله إلهي بأسقنادين الزاكيات وأكوى ظهرا لله إلهي بأسكاله الطيبات وناقي أوردن لله إلهي بأسكاله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ينتي دمب إلى آخره أيها الأجهد أمرك انتي دمب وحكم بيسيهن الحياة دي هوري ومثل تشهد ابن مسعود وكيل صوم الرأي التحيات كان وحا معتمد وكيهي عند المالكية وأهل المدينة في المدينة أتحياتك يا أخريان وأتحياتكم وهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومكا من بركاتك كبير الشريف أتحياتك اللي حاد قدام بي وحوي تشهد عائشة عائشة رضي الله عنها أي ورسي أتحياتك قال القاسم بن محمد وحويلي كانت عائشة عائشة وحياهي تعلمنا التشهد من برتاء تحياتك وتشير بيدها قعنت إذن ويكوت المامي شرتي وتقول وحيورن شرتي التحيات سلام الطيبات وناقيال الصلوات دعوي إيا مركا صلاة الزاكيات طاهرا أما شيء زكي قاي وحوي ودقون أو طاهرة لله إلهي بأسكله السلام على النبي نبي السلام أمن نبت قل يكر كيسا هاتو إلى آخر تشهد ابن مسعود انت دمنا وحو كلام دي هاي التحيات كي ابن مسعود أي كلام دي هاي انت أسي والحدة التحيات معتمد كأه أدلة دودو أي حوق بضان تهي كعبد الله ابن مسعود بانا وقو حوق بضان التحيات أهان كعبد الله ابن مسعود بانا وقو حوق بضان وايه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أول لقصة ليه وموضعها بوسك أي لاذا هي صلقة سيولي هي وصيغها إيقابك أو كسو أروري أتحيات كما كلا تشوه أتحيات كما حين تلماني إن لو فريستانا إنو تير كمدية تير كمدية تير ربي سلاة دي هي التحيات كأخرين تيسونا إينا تير كمدية أو تيرك صلاة كمدة إنه يهي لبدا تحيات وعلى خلق هذا وتحيات كهوري إنه سنة يهي أما يهي يعني واجب يهي لكن هدي لقته وأن الوسوع اللي انتير عن وحين هدي لقته وأن الوسوع اللي هو يكون في الانتحي سجود سهوية لكن التحيات كدام بي إن الوفر يستيه إن الأخرية وعلى قمم مرمان هدي لقته وأن الوسوع اللي هي صلاة
ورغو سعونيا حتى وصل لي النبي صلى الله عليه وسلم حلقة سمينية عيسكا جمهور الأئمة وحي قبان إن صلى لي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب إن أنا واجب أهين صلاة مركز لغير هيبا الشافعي إمام الشافعي أما مذهب الإمام الشافعي يدو تير بيو أرحته أما مذهب تسعيو أرحته صلى لي النبي صلى الله عليه وسلم إن الأخريو نصوص موجنيسا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أتحيات كدب هدي لغتها وأما هدي أنا الأخرين أي بكى صلاة دي لقسو علنينا ما جرتو يعني أدلة أي تلماميان أدلة الحب بدن معها وحاولو حب بدن من مرنيا حديث كي عائشة صلاة الليل ككهل لي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدت رعا لنتو تكذي مركا وأتحيات كوفريستي وصدا وصلي لنا أتحيات كوبدن بيسي ها حديث كسد مدينو وحب بدنيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يصلي من أمانة على نفسه نفتيس في التشهد الأول وغيره التحيات كهرة إيو غير كيبة شيخ الألباني وحوحو تشنية إن لبدأ التحيات با صلي النبي صلى الله عليه وسلم لآخرين أيو لقون الدعاية سنة يؤدعوين كي كتشنا إسه تاسوحو تشنية لكن علماء دينتو دبضني التحيات كهرة صلي نخم الدران دعان نخم الدران وعلم وسن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوشي لأمتي أمتي سنسدى أيوشي حيث أمرهم وحقوا فري بالصلاة عليه إن لقصر لي النبي صلى الله عليه وسلم والله أمانه بعد السلام عليه كدم مرك الله سلامه والسلام عليك الإله إن لقصر لي أي أمره وعلمهم وحونا فري أنواع النوعي من صيغ الصلاة عليه قابك أيوس أرورتي صلي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيمية لإله دوية النبي صلى الله عليه وسلم قابك الله صلي أيو برك صلي كوبان وإن لإله دو اللهم صلي إلهيو ونحريسو إلهيو أمان لبادة بويس أرورتي لبادة بب والله أنكرا اللهم صلي الحاشية دا صفحة دا بقول يو شنية لحذن وحولي هاي وحسون نغلنا يا شيخ هذا الأبي العالي وحولي هاي وصليقا نعيديسا وكالدوية وحولي هاي صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه إلى هاي مركة وكسلي النبي صلى الله عليه وسلم معنيه ذو حوي وأمان وأمان يؤيني إن الله وملائكته يصلون على النبي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبعين صلية وأمان يا إلهي سبحانه وتعالى ويؤينيني وصلاة الملائكة وغيرهم عليه ملائكة غير كود بمركة أي كسلية يعنى وحوي طلب ذلك من الله تعالى إلهي بوحي وقبر إيان نحريس وقبر إيان مكة والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة يعني إلهي بكرين زيادة خير بضن أي وقبر إيان وي هذا الكاس أي سونا قلنا يا شيخ وي اللهم إلهي وصلي ونحريسه على محمد النبي محمد وعلى أهله وعلى أهل بيته أهل بيت كيسنا من حريصه يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت المام كرا وحال قلت المام يا نبي صلى الله عليه وسلم دتك أهل كيسها قرابة ديس السكرها إيه إسلامي إسلام لمن أقولين طيب دتك أهل بيت وها أهل بيت كيس مسؤول قليا كوي قالها وامايا مسؤول قليا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدا سامرك اللوغ دعيني وعلى أهل بيته أهل بيته سنان إلهي يومون حريسه وعلى أزواجه حاسسك النبي صلى الله عليه وسلم إلهي يومون حريسه وذريته إيو مركا فريعيسي إيو ذريتي مركا عيسكا تفيرتيسي كما صليت سيدي آدون حريستي أما آد أقبضي السيد
على إبراهيم نبي إبراهيم على آل إبراهيم أهل نبي إبراهيم أرجاسي آل إبراهيم مركل إلهدو نبي إبراهيم بلولة شيدا ها نبي إبراهيم أيا لولة شيدا أهل كيسينا وحاسوس قال يعد كستو كفر عنتي بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد سلام محمد ذريتي نبي إبراهيم ما هين ها ها إسماعيل أي عربي كفر عنتي نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بوها مركا أهل كل شيء يوسوه زقليا علماء واحد مقارنين مركا لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيو وعلى آل إبراهيم لبدا كيبا عرس كيبا ميزانوين أي علماء مقارنين هدي الله إيغو حق أهلك هدي الله إسبربر إيغو دي آل إبراهيم ياسوس قال النبي الإلهي يوسف يعقوب الله المستعان وحسوس قال النبي الإلهي ورن إسماعيل إسحاق النبي الإلهي ورن مسوس قال هل كنا أهل النبي محمد النبي المكشران مايا كبشران أهل هان هذه اللي سبر برده آل إبراهيم بحوق بدن لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي كم ميزان وين والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بإلهي كذب أنا سيد ولد آدم ولا فخر وكيلها مركا النبي صلى الله عليه وسلم أهل كيس ولا سكوا قاضي آل إبراهيم ولا سكوا قاضي أي إله سبحانه وتعالى هكذا لماذا من له قد عي مركا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كفر اللهم إلهي كما صليت سديات وقلنا حريصتي أماد أسر رئيسي على آل إبراهيم أهل كلام إبراهيم إنك إلهي أذيب حميد مثل ما هذه آياته مجيد للشرف آياته وبارك إلهي وبركة على محمد نبي محمد إلهي وبركة وعلى آل بيته آل بيته سنة إلهي وبركة وعلى أزواجه حاسسك إلهي وبركة وذريته أبتك سنة إلهي وبركة كما باركت سيدي آدو بركيسي على آل إبراهيم أهلك نبي إبراهيم إنك إلهي وادب حميد وحتى أيمد لما هدي ومجيد لشرف آياته وهذا كان يدعو به وحان أها نبي صلى الله عليه وسلم كامد كد عيسته هو نفسه صلى الله عليه وسلم نبي أي سيكون سيدا المركا أخرين شري صلاة ديسة وأخرين شري وي نبي محمد وعلى آل محمد أهلك نبي محمد كما صليت سيدي آدم قلنا حريصتي على إبراهيم نبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي أهلك نبي إبراهيم إنك أدو إلهي وحميد ألا لما هدي ومجيد لشرف آياته اللهم بارك إلهي وبركة على محمد النبي محمد وعلى آل محمد أي أهلك نبي محمد كما باركت سيدي آدم بركيسي على إبراهيم نبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي أهلك نبي إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي اللهم هدي ولشرف آياته سلق سدحات حوية اللهم صل على محمد إلهي أن حديث نبي محمد وعلى آل محمد أهل نبي محمد كما صليت سري آل أن حديثتي على إبراهيم نبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم أهل نبي إبراهيم إنك حميد مجيد ها إلا إلهي إلهي وأدق أيها لقم هدية أمرك لقم شرفا وبارك إلهي وبركي على محمد نبي محمد وعلى آل محمد أهل نبي محمد كما باركت سيدي آدو بركيسي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم أهل كيسيبة إنك أدو حميد ألا مركا لما هدي أياته أو مجيد لا شرف أياته سلي يا أفراد وحوي اللهم صل على محمد إلهي أن حديثنا من محمد النبي الأمي نبيجي أمي أها نبيجي وإحنا أنقري تشرين وإحنا أنخذين تشرين وعلى آل محمد هي أهل في نبي محمد نبي صلى الله عليه وسلم إن أمي لغت المامو ومنقبة هي شرف لكن عدي إساك كسو هدي إن أمي لغت المامو ومنقصة ووح يعني ليد لدماء وفك إلا إلا هذا وإحنا ما أخري وإحنا ما قرو عدي نبي كسو هدي لكن نبي صلى الله عليه وسلم شرف في واهي وحي عدين واهي إن رسالة الدين تؤسدو آري أهين وحكو كسو من قريعتك
أنا يا أخي وحيد كلك سوى برتاي إلهي سبحانه وتعالى وحيودي وأيوه مركو رسالة الليمي مركو حلال سوى بودي عيد كلاوي رسالة ها ها وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وكويلها وحيد تكي هاري ولو يريها هبيني مانبا قلنا هاري قلنا دمه ولو يريها أي لهاي مركا وحي كنت سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن إلهي كهوفي عيد كلاني وحوشي يكتو رسالة رأيت هاي وحي ربانية أي أهي لكن تذكر كلاه أمة إقرأيين النهاية وإن الوحبرانو وأخرس كي يقرأ لك النقانو ووحل النقبة هاي هوي وأي النبي الأمي مكسا صلى الله عليه وعلى آل محمد الإيال في نبي محمد كما باركت سيدي آد إلهي أبارك وبارك على محمد الله إلهي النبي محمد بركيه النبي الأمي نبي أمي جاء أما وحقرنا وحخرين وعلى آل محمد الإيهل كنبي محمد كما باركت إلهي وسلياته بركيسي على إبراهيم نبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت سلياته بركيسي على آل إبراهيم إهل كنبي إبراهيم في العالمين عالمين تبحدود ووحي إلهي كسوه علي أوردني إنك أذب حميد ألل مهدي ومجيد لشرف آياته صلِّك الشرات حوية اللهم صلِّ إلهي وأن حريص على محمد النبي محمد عبدك أدون كاغا ورسولك يا رسول كاغا كما صليت سيدي أعدو أن حريصتي على آل إبراهيم إلك نبي إبراهيم وبارك إلهي وبركي على محمد النبي محمد عبدك ورسولك أدون كاغي يا رسول كاغي بقى وعلى آل محمد يا أهل النبي محمد كما باركت سيدي أعوذ بركيسي على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم أهل النبي إبراهيم صلي لحاد وحوي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته إلهي النبي محمد حاسس كيسي ذريته وأن حريصه كما صليت على إبراهيم إلهي سيدي أن حريصتي نبي إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته إلهي وبركينا محمد إحاسسك سي ذريتي سيوى كما باركت على آل إبراهيم سيدي أدو بركة سيئلك نبي إبراهيم إنك حميد مجيد وصله لحادوه صلقة الضباب اللهم صل على محمد إلهي ونبي محمد حريصه وعلى آل محمد أهلك نبي محمد نون حريصه وبارك على محمد إلهي وبركينا محمد وعلى آل محمد نبي محمد أهلك سيوى كما صليت سيدي آد أبن حريستي وباركت أبركيسي على إبراهيم نبي إبراهيم وآل إبراهيم يلق نبي إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي وأذيك عيالك مهدية أولوك شرفا صلي النبي صلى الله عليه وسلم انت إنك بذي صلي النبي صلى الله عليه وسلم وحاؤه الشرف يقيم بدن الصلاة الإبراهيمية صلاة أما صلي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال إلهي نبي إبراهيم نبي محمد الأول الدعين أيه كاسه أبو شرف بدن وأنا كلا شيئين وأجر بدنيه وحفي عن إن قفك أنت أكمار مكرو صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يود دعيه إن أكمار وصلى قال لما يسكتر الوقات إن أتى صلى الله عليه وسلم وحكار النساء واجب كي كوكو دعي هذه النبي صلى الله عليه وسلم مقعيس أكت هذا اللي شيخه أما آت حسوستي أما آت شيخ تدبا واجب كي كاري ليس لكن صلي خير كبضان أجر كبضان والصلاة الإبراهيمية هذا هو كوكو فضل أما كوكو ير وحرمان يكا قد ما يأو ير كوكو فضل قاضو صلي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا أقو صلي علماء وحيت المامان oo yemeel badan aad ku arkaysaa fadaaisha saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam laga hadlayo in dad badan ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj u gufray wax xoro badan uu kaga fududeeyay in nabiga sallallahu alayhi wasallam saligiisa la badiyo yowmul jumu'a maalmaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ugu saliyay ay ka mid tahay oo khayrka badan uu ku soo aroray iyo habeenkeeda marka nabiga sallallahu alayhi wasallam saligiisa aynu badinno aynu ku dadaalno waayo saliga aynu ku salino waa loo bandhigayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam saliga aynu ku salino iyo ducada aynu duceynayno waa loo bandhigayaa qabriga ku gaadhaysan weey fawaid muhimma fi salati ala nabiyil umma faidoyin muhim ah
وكتشرة في الصلاة إن لقصر ليو على نبي الأمة نبي أمة صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى فائدة الكوبات شيخ حويلي من الملحوظ وحال أركي أما وحا لملاحظ أما إيش قبتي أن أكثر هذه الأنواع إن نوعيا إنتو ذبدا ومن صيغ الصلاة كبد أعقابك اللوغو صلي عليه صلى الله عليه وسلم نبيك ليس فيها آل كتشر ذكر إبراهيم نفسه نبي إبراهيم سيقار اللوم الشيقين نبي سوى على آل إبراهيم باكو قرن إنتو ذبدا إنتو ذبدا آل إبراهيم باكو قرن ومستقلا السبع وكما أحبنان عن آله إهل كيسي وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم سهل كترته آل إبراهيم بكترته سببت آل إبراهيم قال أسبوغ هذا يا وامحي والسبب في ذلك سببت أرنتها سوحا ويبو له يا شيخ أن آل الرجل أهل كننك في اللغة العربية لغة عربية مركلا يابو يتناول الرجل منك لفتيس قيبك يا إهل كيسة أي كتر كما يتناول غيره سيدو عدة كلمة يسوه هوس قليسو وممن يقوله ذاتك مركع يساق هوس يماده ومركع يساقه مسؤولك كي هيئة كما في قوله تعالى سيد إلهي سبحانه وتعالى أويلي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلهي سبحانه وتعالى وحو الدورتي آدم إيا النوح هل كم حكر الله تلمامي آل إبراهيم نبي إبراهيم وكتشرة وحا كتشرة نبي يدي كفر عمي وردن بأهل كيس كتشرة آل عمران بيان الله الشيء عمران بأهل لولة شهيدة عمران أي لولة شهيدة على العالمين وقوله إلهي سبحانه وتعالى هذا في أولها إلا آل لوط نجيناهم بسحة آل لوط يا لولة شهيدة لوط لفتيسة لولة شهيدة لوط لفتيسة أي كتشرة إيه مركز أنت مسلم كأهيد مركز الريد سكمد أهيد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وحكم لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويلي اللهم إلهي أصلي النحريس على آل أبي أوفى نك الليلة دعا أبي أوفى أهل كيسة إساهم اللو دعي أبي أوفى ها نك متستدعى دبواء السنة وكذلك وحكم وكمد لفظ أهل البيت إن أهل البيت لشيء كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ها نبي إبراهيم قال له لي وحلي لي نحريست إلهي يبركوين كيسو كركينها أهاتو أهل البيتكم ذاتك نقولينو إبراهيم ما كتشرا ها أهل البيت كسو كتشرا ها لما شيء ليو كريجي إساقا يعني لقام السوحين أهل كيسا كريجي لما شيء ليو إساقو وغريا أهل كان الشيء ليو قال شيخ الإسلام إرقى لفظك شيخ الإسلام هدية المقاشين ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني أي مقع سكدعا شيخ الإسلام ابن تيمية وحجلي ولهذا سدى أي جاء وحايمي في أكثر الألفاظ ألفاظ أقبضا كما صليت على آل إبراهيم أهل كنبي إبراهيم يدو لشيقيو إيا وكما باركت على آل إبراهيم إلهي وسدى دبر كيسيئين في إبراهيم وجاء في بعضها قيب كمد أحصل إغانا وحاكويمي إبراهيم نفسه إبراهيم وكله اللهم بارك على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تحياتي غيبتنا صليها وحاكويمي إبراهيم هو سجل الشيبي لأنه هو الأصل سبقت وامحي إساق أي أصل أه إبراهيم في الصلاة دعاء والزكاة طهير انت أما تطهير كالوسمين يدعى إساق أي أصل أه ونبي إبراهيم أي إهل كيس يكون متيستين دعاء يكون متيستين وخليل الله أها وسائر أهل بيته دكا كسو هري أهل بيت كيسا
إنما يحصل ذلك تبعا يقو حيكوه ليان أشر كان يدعى دم حيكوه ليان راعد يدب الجليد أي مركا إبراهيم دب الجليد إبراهيم بيكون متيستين إن إهر كيس النغضان بيكون متيستين مركا دعى دم مركا إبراهيم وعدك وبعد إن متيسان إيسا صلقا متيسان يسوي وجاء في بعضها قيبت ودنا صلقا وحاكويمي ذكر هذا إن لحصتها وهذا تنبيها على هذين مركا وحا وشيخ براير وشيني يا لبضن مرنا آل إبراهيم يكوي من إيسو مرنا إبراهيم يكوي من إيسو لبضن نبي إبراهيم وكتشنا أيو تلمامي يا شيخ إذا علمت ذلك هديئة أغاتي أرنتا فقد اشتهر وحامك عن نغضي التساؤل إلا إسويديو بين العلماء علمت أي إسويديان عن وجه التشبيه إسو أكينتا وحليل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلهي أقولنا حريسو نبي محمد إيا نبي محمد كما صليت سيدي أدقون حريصتي على إبراهيم صلبت النبي إبراهيم إيا النبي محمد إسو بربرنقة يوامحي كيباس فضل بدل كيباس فضل بدل أيو شيخ ربا إنو تلمامو كما صليت إلى آخره لأن المقرر ويوحى ليقان أن المشبه إن عد وحل لؤكيسية دون المشبه به أي كخوصيسو عدي كان شهر الله يعني هدي آن إلى أهضو محمد وقروح بذيه سيد علي كيف قروح بذل الله بذل يعني قروح بذل علي قروح بذل كاننا كازو وإجي هيوي هذا نقول إلى أهضو قف عقبة هاي سيد الضيح ما نقع عقبة ضيح ضيح عقب مركا وحولي شيخ وتلمامي هدي نبي إبراهيم محمد إلهي قلنا حريصي إيه الكيسي سيدا قلنا حريصتي مركا نبي إبراهيم بفضل بدل إيه الكيسة مثل نبي محمد مقارنة نوع عصا إسبر برنقاس أي شيخ مركا كور رمي والواقع هنا هذا بقى أنت هل كنت شفت وحوي عكس هو يكسر الجدة سيدا صح ذا وحي هاي هدي لي هذا هبل سيدا قصة ما يسيدا هبل قصة ما يسيد وهبل كاس وفضل بدنا تاني ويكسر جدا ويكل الربن تاعي وحوي عدة وحلو كيسين يو هي عدة كيسين يعني عدة لشبه يو هي عدة لقشبه يو وحافظ بدن عدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه الكيسي ولقشبه يو النبي إبراهيم إيه الكيسي ها إذ أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أي أفضلك فضل بدن من إبراهيم نبي إبراهيم إن قستو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فرع نبي إبراهيم يهي وبتكيسو كمدها لكن كيبا فضل بدن نبي محمد فضل بدن ها نبي محمد أي فضل بدن وقضية كونه أفضل قضية ده إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضل بدن يهي أن تكون الصلاة وإن نقطة الصلاة أم الدعاء المطلوبة للضربية أفضل متكفر لبدن من كل صلاة دعك استأو أما سلك استأو حصلت أهرق شيء أو تحصل أما هرق ليس أما دعيسا يعني الدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو دعيني ويكفر لبدن تهي دعاء عدك لبلو دعيني ما كان نبي إبراهيم إيه الكيسي إيه نبي محمد إيه الكيسي مركا لا اسكو قادو او كوونا اي اسكو دوبينين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايي اسكو دوبينين نبي ابراهيم ايي اسكو دوبينين وحا فضل بدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايي الكيس ايا فضل بدن وي صار شيخ تلماميا واجاب العلماء علماء وحي كغه جوابين عن ذلك انت باجوبه كثيره جواب بدن او تراها في الفتح والجلاء اذكر في سيد لبدا كتاب الفتح والجلاء فتح جوح الأولى كذا فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني أي الأولى كذا الجلاء وكتاب من القيم الجوزية جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام كتاب كاسوي لا
لبدا كتابه وحد كو اركيسا ارنتن ان لغا حدلي اي شيخ كتلماميا وقد بلغت وحاني غاردي وعلمدو هذلدا اي كيلاهدين ارنتن اي غاردي نحو 10 اقوال الى 10 قول اي غاردي بعضها اشد ضعفا من بعض اي ما غيبت كلا اي كتبر درنت الا قولا واحدا قول كريم مويه فانه قوي قولك سو حق بدن يحيى واستحسنه شيخ الاسلام ابن تيميه وانه حسن يحيى امونا سي يحيى اي شيخ تلمامي وابن القيم ارديجيسي او ابن القيم الجوزيه اسنا سلاسه قالوا تلمامي وهو قول من قال وقرض التلاهذا ان آل ابراهيم اهل كالنبي ابراهيم مركلة المامايو فيهم فيها وحكتشرا الانبياء نبي اي كتشرا اهل كالنبي ابراهيم الذين ليس في آل محمد مثلهم اهل كالنبي محمدنا نبي الله من اهل كمتشرا لماذا اهل مركلة اسبربر ديو اهل كالنبي ابراهيم اهل كالنبي محمد وحوق بدن اهلك نبي ابراهيم بحوق بدن فاذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوضه البنبي ولاله اهل كيسا مثل ما لال ابراهيم سدى وحى اليه ال ابراهيم واله اهل كيسا مثل ما لابراهيم وحى اليه النبي ابراهيم واله اهل كيسا وفيهم الانبياء يقوى النبي كجرا حصل لال محمد خير اهل النبي محمد وحي هليان من ذلك انت ما يليق بهم وحو خبون يعني وحو الشيخ وقت انت المامية مرك الدعاء لإله ذو إله يوسدي آد أبرا كيسي أو آد أغن حريستي اهل النبي إبراهيم اهل النبي محمد أغن حريسو وحي اهل النبي محمد كرسو قاديسا أو فضلك نبي يدي كتشري اهل النبي إبراهيم إيه خير في بناية كتشري أي قول أدنين هليان وي وايو فانهم لا يبلغون مراتب الانبياء ويبر مجاري كران مرتبه يهيركا نبيه مجاري كران وتبقى الزياده وحان اهانيس زيادتي التي للانبياء نبيه زيادتي يدارات في اي لهايين قال بين قريسا وفيهم ابراهيم وكشره لمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد يوسف بن عيسى بك زيادتي فيحصل له من الميزة ما لا يحصل لغيره. مركا ميزة إيه شرفت النبي صلى الله عليه وسلم حيرانا يا عدك الوحي عن السجن يعني وحشيخ تلماما يا هل كان مركا اسكو قاد أهل النبي إبراهيم إيه نبي إبراهيم لا اسكو قادو أو أي أنبياء ذي كتشيران أو لا إله إلا هو أنت النبي محمد سي فضل إيه شرفت النبي محمد إيه الكيسي أي أي تلماما يسا سيدي دبنا عيد مكة الله أمانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أهل كيس سجى أي تبع إيهين أي فضل إيه وأنا كوه ليا والعلم ذو حيلة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا شيء أن قفك جار أهان أن أوه الكريم أيو راعدة كوه لا أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي محمد أهل كيس إيهين أي فضل إيه وأنا كوه ليا أنا كوه ليا أدي جاليه قال ابن القيم وحيلي وهذا احسن كاساء هو ناسن من كل ما تقدم وحي ان هرعو صومرنا يوردا واحسن منه وحاسك كسي وناكسن ان يقال ان لإلهدو محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد هو من ال ابراهيم اهل نبي ابراهيم بورتكبديه ال ابراهيم قال شيخ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتشرا اهل كيسنا وكتشرا نبي اهل كيسنا way ku jiraan oo yeyeen iyagu soo isku abtirsiye maaha soo halka nabi waxa salaasay uu ka soo faraamay oo nabi ibraahim ku abtirsanay iyaguna kuma abtirsanayaan ha iyaguna way ku jiraan marka aad ibraahim kala sheegayaaba waa iyaga marka laba jeer ayay ducadi helayaan oo markii aal maxamed la yidhina ajarkii iyo khayrkii way heleen aad ibraahim markii loo ducaynayna way ku jiraan ajarkii way heleen laba jeer ay sidaa ku heleen ha مركب وحيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد هو من آل إبراهيم أهل نبي إبراهيم كمديه بل هو خير آل إبراهيم وبقفكه خير بدنا آل إبراهيم وي كما روى علي ابن أبي طلحة
عن ابن العباس رضي الله عنه في قوله تعالى مركي أشرح ابن عباس إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين مركي أشرح قال ابن عباس وحويلي محمد من آل إبراهيم نبي محمد وحكمت يهي أهلكي إبراهيم أبي وحكمت يهي وهذا نص كاسنا ونص مركا هذا لسو نقلي ابن عباس لسو نقلي إذا دخل غيره من الأنبياء هدي أي سوكرين نبي صلى الله عليه وسلم عدي آمهين أو النبي ذا آهين الذين هم من ذرية إبراهيم كواسوها دركي يفرعي نبي إبراهيم في آله إهلكي هدي سوكرين فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إنه سوكلا أولى كبمضا هدي النبي ذي كالي أي كفر عمي آل إبراهيم أي كتشران نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه سأقل آل إبراهيم أي هذا كمضا وإستقع كمضا وي فيكون مركب حين قريسا قولنا هذا الكعين اللي أنهي كما صليت على آل إبراهيم أين اللي أنهي متناولا متسود إحقالي أما سوق آذاني للصلاة عليه نبي صلى الله عليه وسلم أقول صلينا يوم لو دعينا يوم وعلى سائر النبيين إيه النبي الذي كلا يسوهري ومن ذرية إبراهيم ذرية النبي إبراهيم أها ثم قد أمر الله تعالى انت أمر كسر الشيخي وحبت المام يا شيخ إن إلهي سبحانه وتعالى لوفد أسيه يومرنا سيقود ونبي إبراهيم سبع كتشير ذرية سيلو دعي إستغانا سيقارة إلو دعي لأينا فري ثم دبدنا وحويلي أمرنا الله تعالى وإيه إلهي سبحانه وتعالى ثم قد أمرنا الله تعالى إلهي وحوينا أمري أن نصلي عليه إن نسأل كسلنا وعلى آله خصوصا إيهلك سنسقر وكسلنا بقدر ما صلينا أنت أن كسلنا أوكلي عليه نبي صلى الله عليه وسلم أن كسلنا مع سائر آل إبراهيم إسأل الله سعدة إهلك إبراهيم أوكلي عموما إذا سبوده وهو فيهم يسونه كميه ويحصل لآله أهل كيسر وحيه ليان من ذلك أنت وحيه ليان آل إبراهيم دعنا سوحيه ليان ما يليق بهم وح مكا إيجا وقال ما إيجا ليان مكا الله ولي جربة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل كيسر كتيران ويبقى الباقي كله وحي سوحر ورنا وحايا لنا له صلى الله عليه وسلم نبي قال وحيي ولا ريب شكك مجشر أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم صلق لقص لي آل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم رسولك أمرك ألا تركوا ذا أكمل إنه كدم استريه من الصلاة الحاصلة صلق لقص لي النبي لهم دونهم إيه وأن مرك آل إبراهيم للشيء يعني صلاة الإبراهيم يدا أي كفر لبذن تا النبي صلى الله عليه وسلم آل إبراهيم يال الشيخين تنا كفر لبذن أيه تلمام يا شيخ فيطلب له من الصلاة وحاوه هليا مركا صلي ياس هذا الأمر العظيم أرنت وين أيه هليا الذي هو أفضل من لإبراهيم خطعا تاسو كفر لبذن وحاوه إبراهيم هليا وحاوه ويظهر حينئذ مركز هذا وحنا وهم قريسا فائدة التشبيه فائدة إسوع كيسين تعم إسبر برديجا وجريه هي إن لجس عدسيه على أصله أصل كيسي أصل كيسي محله لشيء أن يكون المشبه أنقص من المشبه به ها سدع عادية شيء حدي وحلو كيسيه ليلا ذهب الوحاس وإيجي وحن هبل كني وكخوسيا وحلو ذي كيسينيو ها هبل وضيح ما كان يمندي هبل ضيح وكفو الحنية يعني كما قروح بدنا ضيح كما قروح بدنا وحا كدوان وحن إلى هذا التشبيه المقلوب التشبيه المقلوب أي يسوي كدوان ها أو يعني اللغة العربية ما خلت الماميو يسوي أن حلا مركب واحد لا تلمامه ولا إلى ذو تشبيه مقلوب لقديمه حوار حمامي شيكتا
وأن المطلوب له يوحى الرد البيء والوعد صلي ومن الصلاة دعاء بهذا اللفظ لفظيا إلا إله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لفظي قاس أي أعظم كون من المطلوب له بغيره وحي النبي صلى الله عليه وسلم لرد البيء ومركا لو دعيه إيادو آني لسعن غير خيام لسعنوي فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء هذه هو حلقة دون يدعى أي تهي إنما هو مثل المشبه به إن لو كيسين يكلي إبراهيم يال كيسي أول ليه إلهي أنت تسيسي بسي ها هذه حدفه سداء يهي وله أوفر نصيب منه إستغو أولي بالدعاء إبراهيم أنت أقبلا إستغو له صار له وحاوية شمكة من المشبه المطلوب أكيسين تلدوني أكثر إن بضبكوا يا شيء مما لإبراهيم وغيره وحي إبراهيم يغير كبليه يعني هدير الله يا حي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا أهل كيسة إلهي أغن حريسه سيدي أهل إبراهيم إيا أهل كيسة وغن حريستي إبراهيم إيا أهل كيسة وكتشرة ودعاء الأركان وكهلي حقنا وكهلي إنتي إبراهيم دعاء وكهلي إيا أهل كيسة كبرن بو كهلوي ها كبرن ايو كهلوي marka dib ma laha oo labadiiba uu ku jiraa tan markii nabi maxamed ay halkaas loo duceeyay iyo isagana way ku jirtaa ee ibraahim iyo halkaas loo duceeyay nabi maxamed iyo halkaas loo duceeyay ha labadiiba marka halkaas uu qayb kaga helaya way wandafa ila dalika waxa lagu daray ee maxamedtay walahu awkharu nasibin minhu صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره وانضاف إلى ذلك وحال قدر يا أنت مما له من المشبه به وحاوكه ليو عد الله كيسي وإبراهيم يهل كيسيا من الحصة التي لم تحصل لغيره يعني قيبت أوكه لي أن عدك لهرين فظهر بهذا أرنت أمرك وحاين وغم مغضي وحوي وحاكين وغسهم مغضي وايه وحيلي فظهر بهذا وحين مغضي من فضله نبي فضل عيسى وشرفه إيه شرف عيسى على إبراهيم وعلى كل من آله سوك شرف بدني نبي إبراهيم إيه اللي سوك شرف بدني وفيهم الأنبياء نبي يجو كتشرة ما هو اللائق به وحول النبي صلى الله عليه وسلم أقلم وصارت هذه الصلاة صلي النبي صلى الله عليه وسلم لقول صلي يا دالة تصالح أما عدين بيقول نقطين على هذا التفضيل النبي صلى الله عليه وسلم كفّد لبديه إبراهيم يهل كيسبة وتابعة له وأنا رعسنتها وهي من موجباته وحيابها كواجب ومقتضيات وحيابها كإنسان يسو أي كم التهي فصل الله عليه إلهي هو النحريست النبيين وعلى آله إهل كيسنا إلهي هو النحريستو وسلم إلى هيها نبت قليو تسليما كثيرا نبت قليو أغفر بضا وجزاه إلى هيها كعب المريو عنا إنك أفضل الله سبحانه وتعالى النبي إنك حينك أبا المريو أفضل وحق فضل بضا ما جزى وحيوك أبالي نبي النبي عن أمتي أمديس إلا النبي صلى الله عليه وسلم فضل من أولها إسكا دينت إلى سوغارسي مركب حلية هي إلهي أبا المريم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقونا سنة أمديس وكم تيستو إلهي أكو أبا لي وفضلي وناك اللهم إلهي وصلي من حريص على محمد نبي محمد وعلى آل محمد إيهلك نبي محمد كما صليت سيدي آل ون حريصتي على إبراهيم نبي إبراهيم وعلى على آل إبراهيم إيهلك نبي إبراهيم إنك أدو حميد ألا لما هدي ومجيد لشفاياتها وبارك على محمد الإلهي وبارك نبي محمد وعلى آل محمد إيهلك نبي محمد كما باركت سيدي آد وبركيسي على إبراهيم نبي إبراهيم إنك حميد نبي إبراهيم إنك حميد مجيد إلهي وأدق يا رب ما هدي لنا شرفا فإذا ضربات إن شاء الله درسي قدام به أينو أدب لي دونا إن شاء الله كتاب سيدي وقبدي بمريا الدرب إلى أهدو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. هي فضل التحيات المباركات الصلوات الضيبات لله السلام علينا على عباد الله السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. اللهم صل على التحيات كعاد هذا التلمات التحيات المباركات الصلوات استداء وتحيات كإنه تلمان ليش فعيدنا إني قاضتي وتحيات صح تحيات هذا سو أروري أيو كم يديهاي التحيات لله والصلوات اسم واسح ها لبدأ التحيات وحنكوك على الشيقني كخراء التحيات لله والصلوات وأتحياتك يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا كائن لأمد هذا ويوبد انتهي التحيات المباركاتنا وحاسكلا عبد الله بن عباس وتحسنتها التحيات المباركات الصلوات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله إن سلا الله أخريه وحده أتأملها وأسحوي التحيات هذا صار رأيك مديه شكرا التحيات وحان مخلي نبي ملك الدين مي كور لوقع حق إله إله وقار ملك وجود أيوم نبي محمد عليه الصلاة إنه إله السلام السلام عليكم دماء رسول الله النبي محمد إلى المغرب التحيات لله الصلوات والضيبات رسول الله عليه السلام عليك وعلى آلي رسول الله ورما أرد وحديث أوتي المام يا أرنتا وحديث أوتي المام يا أرنتا النبي صلى الله عليه وسلم مركي هو مركي هو الديرمين يوتا فيسبوك مصدر ما أهام يا لها شرع على لقى قاتنا كمان بدها مركي النبي صلى الله عليه وسلم الدين من أي نبي وخليجي مو أهين صلى الله عليه وسلم ملك جبريل بن السعودي حديث كتل ما ميا قاب كله دين بينا وحط المام يا إني السمك استجرع عين لله هواي وملك جبريل يا كل السعودة محمد ملا صادر أي أو ملا صافر أي ملا أقول هذاي إنه يمدها سودوا ذلها نبي كستو ملاي يعني سمك كستو كل كل مي نبي دي نبي كمد أهم النبي كمد أو كل كل مي أي هذا السويد سنين إلا أستمر تدباتي وإلى سبحانه وتعالى الله هذي مركا التحيات إنه كسلامي قصدك مجر قصدا سجارة ومجر تحديث كلام الترمامي الأول ما أعرف إبراهيم يكون مجرم. صلي إبراهيم يكون مجرم. لكن كلامنا هذا كتير. إبراهيم يدا. صلاة من أقصى. إن شافعيه وحقيقة شيئا إن لبذوا صلي إياه التحيات فبأي ترك صلاة في مديه. شافعيه. شافعيه من هذا الشافعيه. علم هذا كلام حلين التحيات ك لكن صلي إبراهيم يقاه كمان مد تيرك سرادك من مدها أي لي تيرك سرادك من مدها لكن وفق حاول عكسن مر هدي عبادة لي هذا الشيء كان هدي الله قرته وحبار المية مر هدي قول شرو هدي كذا ما يستركه إن هذا مر كستمر تدبا في عام هدي هذا رتي شيء عبادة ولا لي علم هذا شيء كان ما أنصحه إلا أنتي هو أنصحه يا هدي ما أنصحه هذا إسكت هذا شيء سمي سوته ما أنصحه هذا بحكم وعيس لكن وأنصح يا غلظا وكتير كرتاع دلو يراه ذو وكتير كرتاع قالتي يكون غوي ذو وحكام لنا يا مكان حام في عن مركز تدين عن بتقليه ذو كشرتو وعبادة ذو كوجو بتبادي سو أشر في خير كبدنا تقول ليزي إن شاء الله من هذا مرتي جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.